السلام عليكم. بعد أميمة، لماذا يا أميمة؟ أميمة سأل لها الصوت لش حاجة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي محمد كريم، هذا وهذا لاباس بخير؟ الحمد لله، الله تسليح يكبر لك، بخير. الحمد لله وشكره، كل شيء بخير، الله يطول لنا عمرك. أخي محمد، بغيت ندير تيست واحد البنت. مرحبا، إسبانيا أنت ياك؟ أنا مستعجل. هي كاينة في المغرب؟ لا، هي طيب، كاينة هنا. شي بحال الوريقات. اوكي، شنو الاسم ديالك؟ عثمان. منين؟ عثمان من المغرب، من تطوان. من تطوان. وشحال في عمرك؟ 26 عام. اها، من شنو سميتها هي؟ هي سميتها نورا. نورا، منين هي في المغرب؟ هي من بني مليح. وتا هي كاينة في اسبانيا. هي كاينة في اسبانيا. شحال في عمر نورا؟ نورا في عمرها 24 عام. وشحال انت وياها مع بعضياتكم؟ هذه المدة ديالها عام. شنو من بلاصة في اسبانيا انت؟ انا في سانتاندير، اللي كنت في سانتاندير. سانتاندير. سانتاندير حدا بيلبار. وهي؟ هي كاينة في بينيدور. بينيدور. حدا لي كانتي. بينيدور. وفين شاك انت اصلا يقدر يكون عندها شي واحد بني ملال في بيني دور؟ هاد الايام الاخيره بان كي تبدلات عليا. اذا شي واحد يكون حداها تما؟ ما عرفت، يكون في فالنسيا ولا ما عرفت. اوكي، عطيني النمره ديالها. 00 دوبل 034. اييه اييه اييه، عاود لي الرقم ديالها. زيد زيد، عندها الوريقات هي ولا مازال؟ هي عندها، ولكن كاين واحد المشكل. شنو هو؟ دابا انا كان عندي الوريقات وحيدوها، فهمتي؟ دونك انت اللي غادي لك، دونك ملي تزوج بها هي اللي غادي لك الوراق. الا تزوجتي بها هي اللي غادي لك الوراق ان شاء الله. نمشي الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا نورا، مساء الورد والياسمين. ما كنسمعكش مزيان نورا، الا كنتي كتسمعيني حاولي ترفعي الصوت ديالك واحد شويه. اوكي. نورا هادياك؟ مرحبا. معك سي محمد سريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. فايتلك مفرجه في البرنامج ديالي نورا، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ حاولي ترفعي صوتك واحد شويه باش نسمعك مزيان. ما عمرك تفرجتي في البرنامج ديالنا؟ ما عندكش شي معلومه عليه؟ مرحبا مرحبا، نهار كبير هذا. نورا من مدينه بني ملال، مستقره في اسبانيا، بالضبط في بيني دور، سن 24 سنه. هاد المعلومات صحيحه؟ نعم، خاسره. لا لا، شوفي، انا براسي اللي كنهضر معاك ما كنعرفكش، ولو هاد المعلومات هادو انا براسي اللي كنهضر معاك ما كنعرفكش. اوكي، ندخلو في الموضوع. انسة نورا، جانا اتصال كيخصك. نعم، دايز برنامج يوناو. اوكي، اني غادي نهضروا معاك وندوز لك السيد اللي اتصل بينا، وابخي نوريوك فين غادي تدخلي معنا على المباشر ومرحبا بك. اوكي نورا. اوكي، جانا اتصال من عند واحد السيد، جو بونس في من المدينه ديالك، هو اللي زودنا بالرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك. قال لنا بلي يلا تعرف عليك مؤخرا وباغي يدير لك واحد السيربريز اللي كبيره بزاف حقيقه. ملي غتسمع هاد الخبر غادي يعجب لك الحال. هو دابا حاليا راه معنا على المباشر في الاستماع، قال لنا بلي ان شاء الله ناوي معك الحلال. لا غير، هاد السيد كيقدرك وكيحترمك، راه تبارك الله ما شاء الله من الصباح هو كيشكر فيك. الله يخليكم بعضياتكم ويكمل عليكم بالخير. انا غادي ندوزو لك انسة نورا. اوكي بلا شك، كنظن راكي عرفتي شكون.
نعم، علاش ما بغاش تعرفي؟ بالعكس، هادشي كامل اللي دير على قبلكم ما تبغيش تعرفيه، ما يمكنش. لا انسان ممكن وراء، هذا يكون غلط. لا لا ما غلطش، اي غلط في السميه، في المدينه، في العمر، في النمره. نعم، سميتي سي محمد السريري. سي محمد السريري، نعم. كيفاش فين كاين البرنامج ديالنا؟ كاين في يوناو. فين كنسكن؟ علاش بغيتي تعرفي فين كنسكن؟ بغيتي تجي عندنا؟ مرحبا بك، تجي عندنا البلاطو ديالنا، مرحبا بك والف مرحبا. لا لا، قبل ما تنعسي خلينا ندوزوك بعد السيد اللي متصل بيك، راه قال لنا شي 300 نورا، اكثر من 300 مره هو كيتصل بينا وفرحان بيك باش يهضر معاك. وي لا لا، ها هو راه معانا، انا غندوز لك السيد وغتعرفي كيفاش منين جاونا المعلومات. راه قلت لك جانا اتصال عند واحد السيد. نعم، ما دير حتى شي علاقه حب في حياتك بصفه نهائيه، ميمكنش. هاد السيربريز ديالك راه ماشي شي حاجه عاديه، راه كبيره بزاف، ميمكنش. ما كيعني لك والو ولا ما كتعني ليه والو، ميمكنش. قطعت خافت حتى هو قطع. سير اخويا بعدا ديال الوراق بعدا ديالك. الو السلام عليكم. الو، كنتي غدير بح الوريقه على راسك. الو السلام عليكم الاخوان اللي لاحقوا بينا، بغيتكم كلشي تبارطاجيو اللايف، اللي يلا دخل دابا عندنا البث يبارطاجي اللايف، عطونا البارطاج الماكسيموم باش نزهيوها. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي محمد السريري هذا؟ اياه هو هذا. لاباس عليك اختي؟ بخير لاباس الحمد لله، انت مزيان؟ الحمد لله، الله يكبر بك. نهار كبير هذا. شكرا يا سيدي. العفو، حاجة بغيت ندير واحد تيست. مرحبا بك، شكون معايا؟ سارة من فاس. سارة من فاس، اها. 21. اييه. بغيت ندير واحد تيست لواحد السيد سميتو سليم. سليم منين؟ هو من كتامة ومستقر في فاس. من كتامة مستقر في فاس، شحال في عمرو؟ 28 عام. شحال من شويه مع بعضياتكم؟ شي 4 سنين هادي. اه 4 سنين. اوكي، وشنو العلاقه اللي بينك وبينهم؟ كيقول حب. اه حب. حب ما خاطبك ما شي حاجه؟ لا. اوكي، عطينا الرقم ديالو. ايه، جوج مرات.